مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج تيجيني تولك. في هذا اللقاء غادي نستقبلوا واحد المهاجرين المغاربه اللي باغي يستمر في بلاده المغرب، وللاسف كيتعرض لمشاكل وعراقيل هذه عشرات السنين. هذا واحد النموذج ديال المشاكل اللي كيتعرضوا لها المغاربه المقيمين في الخارج، واللي الاداره المغربيه للاسف كتلعب بهم، ماشي كتعاون معهم. في بعض الاحيان فعلا كان واحد الاراده سياسيه باش المغرب يحتضن الاستثمارات خاصه ديال المغاربه المقيمين بالخارج، ولكن غادي نتكلموا على واحد النموذج اللي غادي يتبين لنا بانه في الواقع في بعض الاحيان الاداره كتولي هي العائق وهي المعرقل، وكتولي كتخلق شي مشاكل اللي لا تعد ولا تحصى، واللي لها انعكاسات سلبيه لا سواء على المهاجر المستمر او لا حتى على العائله ديالو والمستقبل ديالو. معنا اليوم في هذه الحلقه السي مصطفى العز. السلام عليكم. السلام عليكم السي محمد. السي مصطفى الله يخليك، المشكل ديالك كبير ومعقد، غادي نطالب بك زعما غير بشويه تلخص لنا شنو هو المشكل باش نحاولوا نتكلموا على التشعبات ديالو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يشرح لي صدري ويسر لي امري. المهم يا اخ سي محمد، اللي بغيت نقول لك على المشكل ديالي هو مشكل صغير بالنسبه لي، ولكن بالنسبه للاداره المغرب فهو مشكل كبير والله اعلم. على ما عانيت من هذه اكثر من 13 سنه. هضر معنا بالدارجه غير باش نفهموك والناس يفهمونا. سي مصطفى، هذه 13 عام شنو وقع؟ 13 عام وانا على مشكل تاع محطه الوقود التي كانت بحوزتنا في مدينه فران، وبالنسبه بالضبط قدام الباب ديال الدار ديالنا. وفات جا عندنا واحد النهار السيد العامين تاع مدينه افران وبوثائق اداريه. شنو السنه هذه؟ هذه جا 2001 2001 2001 2001 بوثائق اداريه تيقول لك عليكم بالترحيل محطه الوقود وانجاز المشروع تحت القطعه الارضيه الذي وضعت رهنا اشارتكم في المحل الفلاني. وتم بدا المشكل فعلا. قمنا احنا اول البناء اللي دا، وقمنا مشينا نبنيو هاد لاستاسيون فريمون. وقفتوا هذيك المحطه ديال الوقود اللي كانت عندكم؟ وقفناها. كانوا عندكم شحال كان عندكم ديال الخدامه؟ ايوا بلوز اوموا بلا العائله ديالنا احنا كان عندنا ثلاثه ولا اربعه ديال الخدامه، بلا الاخوه اللي كانوا خدامين معنا كذلك، وكل شيء اليوم الى واحد 10 بلوز اوموا 10 ديال الناس اللي حد الان هما في الشوماج ما تيخدموا ما تيردموا. 2001 من 2001 لان مادام جاتنا رسالة من عامل صاحب الجلالة، وعامل صاحب الجلالة ما هو في حد ذاته قاول معنا وقال لنا بأنكم غادي تبنوا هاد لاستاسيون. أنا شفت رسالة كتقول بأن ما خصكم توقفوا الأشغال في محطة الوقود اللي عندكم دابا، وتمشيو تبنيو محطة جديدة في واحد البقعة أرضية اللي تعطات لكم في جهة أخرى في المدينة. لحد الآن الأمور عادية. لحد الان امور عاديه. قالوا لكم خصكم توقفوا هنا لان يمكن بغاو يديروا اشغال في هذيك المنطقه، وعطاوكم بقعه ارضيه اخرى باش ديروا فيها يعني ماشي مشكل. لحد الان انتم رضيتوا بهذا الموقف. مشينا باش نبنيو، ولقينا هذوك الاراضي اراضي الجمعة. هذا هو المشكل اللي لقينا فيه بصراحه. المشكل هذا مشكل كبير في المغرب، هذا اراضي الجمعة. واخا عنده حلول لان الدوله هي اللي تتدخل باش تشري هذه الاراضي وعاد تسلمهم للمستثمر. وفاش مشينا حنا لقينا السيد العامل كان دار داكشي عشوائي. لقينا الناس جايين عندنا تيقولوا لنا ما عندكمش حق تبنيو هنا. جا السيد العامل تدخل المره الثانيه كذلك، وعطانا اول مره عطانا على طريق مكنس باش نمشيو ارض اخرى. مكنس عطاكم ارض اخرى. جا عندنا قال لنا غادي ترحلوا من هنا، هذه فيها المشاكل، غادي تمشيو لطريق ازرو وغادي تبداو المشروع ديالكم. انتما قلتوا ايه ما كاين حتى شي مشكل. ما كاين حتى شي مشكل. احنا عاد في 2001. في 2001. وقال لنا بالضبط بانكم تقدروا تحتفظوا بكاع دوك لي بلون اللي درتو وداك الشيء باش ما تعاودوش تخسروا خسائر. هذا العامل انسان طيب راه كيتعاون معكم. في الاول بدا هكا، ولكن في العام الاول، ودابا راني في العام الثالث. داز العام الاول مشى، جا العام الثاني، وهاني في العام الثالث، والمشكل من حد ذاته. اذا هذيك الارض ديال طريق ازرو شنو وقع فيها؟ كذلك قالوا لك سيدي هي الارض ديال الجمعة. أرض الجموع ما عندكمش حق تبنيو فيها. أرض الجموع ولو قلنا له شنو المشكل دابا اش غادي نديرو؟ قال غادي نستدعيو دوك النواب. 2005 مازال تنعقل كان السيد العامل استدعى النواب. هذا العامل الجوج
العام الاول، العام الاول في 2004 كان استدعى لي النواب فعلا بغى يخدم معنا، استدعاهم جلسنا معاهم في طاوله هكا. النواب ديال من الناس السلاليه، الجماعات السلاليه. دابا حنا في المغرب هذا المشكل، عندنا مشكل كبير هذا في هذه القضيه نتاع الاراضي ديال الجمعه. جا عيط لي النواب اللي تيمثلوا ديك القبيله، تيجيو واحد الناس خمسه بهم ولا سته بهم، تيجيو تيوقفوا معاك، هما خصهم على الفلوس حداتو، خصهم تشريو عندهم الارض وتيسلموك الارضيه. وهذا هاد القضيه هذه ما تقدرش انت بنفسك تمشي تمارس معاهم ولا تمشي تشارى معاهم ديك الارض، خص الدوله هي اللي تتدخل. بحال اللي كتضمن، هي اللي تضمن، هي اللي تشري، تدوز داكشي على حساب المجلس البلدي ولا المجلس الاقليمي، هو اللي تيشري من عندك، من عندك الناس تاع الجموع، تيشري من عندهم ديك الارض عاد تيسلمها لك انت. انا جا عندي العامل قالوا لنا واش انتم مواجدين باش تخلصوا هذه الارضيه، لان احنا عندنا لي فون ديالنا خاويين. قلت لهم ما كاين حتى شي مشكل، كنت شنيت لهم ميم ان شيك باري في العماله بان المشروع، شنيت بانني تنضمن انا غادي نخلص لكم هذه الارض حيت تخرجوها ليا. مشيت رجعت هنا لبلجيكا، تفاجات بان العامل مشى. كيف هذاك العامل اللي كان يتعاون معكم في الاول، اللي بغى يتعامل معنا في اخر لحظه، لان كان هو ديجا 5 كون لا سيزون افون اوباغافون، مي ما كانش نتي البلاد. واحد النهار تلاقيتو باغازا في الزنقه وشرحت ليه المشكل، وكان بغى يتعاون معايا. وفات ما شنو نقولوا، ما عندناش الحد ولا اش نديروا. مشى، جيت هنا لقيتو بان زون ليسونسي هذاك العامل مشى فعلو. جا العامل الثاني كذلك نفس المشكل، عامل غير باش نقول العامل صاحب الجلاله، العامل صاحب الجلاله على اقليم افران كذلك. جا السيد الحلو لما تنظن هو اللي جا في العام، فاش مشيت بغيت نناقش معاه الموضوع قال لي انا ما تكلمليش على لو باسي، فما بارلي دو بريزون. قلت له كيفاش سيدي اش تقولوا؟ قال لك قلت له المشكل هذا عندكم قبل. قلت له المشكل هو شكون اللي دارتو، دارتو الاداره، تيمشي عامل ولا تيجي عامل راه نفس هما رجال الدوله. الاداره تستمر، الاداره تستمر كذلك، الاشخاص ما تبقاش الملفات اللي كتسيرها والمصلحه العامه. لقيت معاه ثلاث سنوات هذا العامل قبل ما يمشي حتى هو، ثلاث سنوات تيهضر ليا ديما لو ميم بروبليم، تيقول ليا انا لو باسي فو ما بام باغلي دو سا دو باسي، تهضروا ليا في الجديد. الجديد سي محمد، هذا راه حقنا، هذا راه حقنا، راه كانت عندنا ستاسيون ديالنا اللي كنا خدامين فيها اكثر من 40 سنه في هذه المدينه، وكان الوالد ديالي هو الفورنيسور تاع لو بالي رويال ميم ديال افران منذ هذه 40 سنه كذلك. فجيت بغيت نستثمر انا كمهاجر، ناخذ زعما الاستثمار وبالتجربه اللي عندي في هذا في بلجيكا، بغيت زعما ندير واحد المطعم كبير وندير ستاسيون وندير هكا. بغيت تطور يعني انت ما تخلاش تطور هذه التجاره نتاع الوالد. ولكن يا اخي واش نقول لك، ما سمعتهم كيقولوا مرحبا بالجاليه، مرحبا مرحبا بكم، يمكن في العمله وما في المشاريع ولا في شي حاجه، غير الله يعاونكم، ما كاينش هذه الاداره مشدوده. غير باش نوضحوا، هذا رزقكم في الاول كانت عندكم محطه، رزقنا كبرنا فيه، شفت الوثيقه ديال العامل ديال وعود كاينين هما عندي نوريهم لكم. عندي كتقول بانه رحلوا راه عطيناكم قطعه. نعم نعم، انتم عملتوا الثقه في الاداره، هذا الشيء مزيان لان المواطن خصو يعمل الاداره. اليوم هذا تنعملوا فيها الثقه، ولكن انا في هذا الاخر، انا صافي اخر اجتماع كان عندي مع السيد. غير باش نزيدوا شويه بشويه قبل ما نوصلوا اخر اجتماع، دونك 2005 6 جا واحد العامل جديد، جات هذا العامل الثاني. العامل الثاني بانهم ما دار والو، ما بغى يدير والو، ثلاث سنين هو تيهضر لي غير انا لو باسي، سير تقلب على شي ارض الا بغيتي دير ستاسيون ديالك. قلت لك الارض راه كانت عندنا ديالتنا، هذه حنا قدام المنزل ديالنا، وانتم ما قلتوا لنا سيروا تبنوا، دابا تقول لي سير قلب على الارض. ثلاث سنين تندوروا وتنجريوا، سير قلب على الارض. هو عارف بانه ما كاينش الارض، تيدير داك الشيء بالعاني زعما. كيفاش افران منطقه كبيره تبارك الله وغابويه، هي من حسن الحظ من 40 هي افران، تيقول لك السيده كلها اراضي الجموع، اراضي السلاليه، اراضي ديال هذه، اراضي ديال الدوله، ولكن كاين مستثمرين اجانب هما عندهم الحق فيها. انا هذا المشكل لقيته غير انا اللي ولد البلاد، لان كانت تما سمعت الناس ديال الخليج كيجيو عندهم هكتارات كيعطوها لهم تماك هديه. هذا بحال الا شفتوه، كاينين الناس بانين تيبنوا القصور، وكاينين تيديروا مشاريع كبيره، برنامج بلادي، واحد المشروع كبير داروا، واحد الكويتي ولا داروا واحد الاماراتي تما في مدينه. لكن هذا عادي، لا عمل شي مشروع الارض الدوله تعطيه. الله يعاونو عطاوه. دابا المشكل تنستغرف لي انا، هو هذاك السيد تيعطيه بحدا الارض اللي عاطيني تي انا، غير انا عندي المشكل. يعني هو ما عندوش المشكل ديال المستثمرين الخليجيين، ما كانش مشكل ديال السلاليه ولا الجموع، هذا ما عندهمش هذاك المشكل. المشكل عندنا غير حنا اللي ولاد بلاد ومستثمرين، تيقول لك سيدي الجاليه، ما الجاليه هادشي راه غير كذوب، ما كاينش الجاليه ولا الجاليه، يمكن في العملات واش دخلت ولا اش خرجتو. انت كيفاش كيتعاملوا معاك من تقول لهم انا راني سامح في خدمتي وفي ولادي في الخارج باش نجي هنايا نستثمر في بلادي استغرب في رزقي اللي ما انتم ما تعطيوهنيش؟ استغرب بس كيفاش كيتعاملوا معاك؟ انا بعد خطرت تنصيفط ميم ان ميساج ولا ان فاكس افون كاع باش نمشي حتى لإفران، نقول للسيد العامل بانه انا جاي اللي يخليك، عندي واحد الظرف وجيز
باش تستقبلني ان شاء الله باش نتحدث في المشكل. هذه اكثر من 3 ولا 4 خطرات دابا تنمشي ما عمري ما شتك السيد العامل تنشوفوش. اول مره بان لي بان هذا السيد العامل الاخر هذا اللي كاين دابا عاد دابا اللي كاين حاضر دابا واحد عامين هذيك نتلاقينا في داكشي نتاع الجاليه العيد الوطني اللي تيدير داك الجاليه يوم المهاجر العيد المهاجر يا ودي اللي تيقولوا لي في 10 غشت يمكن تيقام كان حتى هو زعما بغى يساعدني. جلست معاه في الطاوله جلست مع المهندسين تاع العماله بغى يساعدني تفاجات حتى هو من بعد ما بقاش بغى يعطيني شي شوف واحد تيقولوا لي ياسير دير لي بلون. اخر مره قالوا لي ياسير دير له واحد لا توبوغرافي راه واحد الارض عطينا لك فيها 10000 متر كاري. مشيت كذلك راه عندي الصور نتاع لا توبوغرافي اللي درت مشيت درت لا توبوغرافي رجعت اخر مره هذه واحد شهر ونص قالوا لي اسمح لنا السيد العام ديك الارض اللي عطيناك راه ما كناش زربنا ما كناش نعطيوها لك دابا خصنا نشوف لك واحد الطريق اخرى عاوتاني. هكا قلت لذاك مازال تناقل قلت للكاتب العام تاع المدينه قلت لي كنت انا راه في حد ذاتي نقولها فرونسي جي اونت بوغ مون بيي باسكو انا تتلعبوا بيا تديوني وتتجيبوني وما تتعطيوناش راسخي تنصيفط لكم وريقات تنصيفط لكم دي ريكوموندي تنصيفط لكم دي فاكس ولو جواب واحد انتم قدرتوا تجاوبوا به ومع ذلك تنجي لعندكم حتى الافران وباش نشوف هالسيد العامي المشكل. تبقى جالس اسبوع تندور تنجي جالسه مع الخزنيه لتحت. اسمح لي السي العز انا غادي يمكن نقول شي حاجه للناس اللي كيسمعونا دابا يمكن حتى هما كيفكروا فيها للاسف خصنا كنقولوها لان ما خصهاش تقال ولكن يمكن شي ناس من يسمعوا القصه ديالك ويقول لك السي مصطفى انت ما فهمتش راسك خصك تفهم راسك. الناس راه مطلعينك ما بتناك باش انت انت جاي بالخارج وباغي دير مشروع وعندك العمله وعندك ايوا والناس تماك غادي يوفروا لك قطع ارضيه والله يا ودي السي مصطفى و شنو اخر مره ما كنتش نرسموا لك هذاك الشيء فهم هادشي كاين السي محمد. اخر مره كان قال لي واحد المسؤول ما نقدرش نقول سميتو مسؤول في المجلس البلدي قال لي تتجي واحد الاسبوع وتتمشي قلت له راه ما عنديش الوقت باش غادي نبقى نجلس معكم انا هنا تنجي قال لك وكنمشيو ونتفاهموا بغيت خليا ديك قلت لهم ها وريوني انا كيفاش ندير نقدر نمشي معاكم في هادشي غير وريوني الا كان شي واحد نعطيك انا ما بقاش تحمقوني انا ما عارف والو تنجي عندي ظرف وجيز تنجي تنقس معاكم للاسف دونك الواحد امام هاد المشاكل كيولي يضطر انه يدخل شي مسائل اللي هو مترفع عليها وما خصوش يدخل بها ولا على البال بعدا السيستم هو اللي كيخليك تولي انت تفكر تقول يمكن راه عندهم الحق هكا الامور كتمشى كتتمشى مع ذلك هذا حق ديالك هذا حق ديالك لان لا يعقل ما عمرني ما شفت شي قانون ولا في شي بلاد افريقيه ولا اوروبيه ولا تيكون عندك واحد الرزق ديالك تيحيدوه لك وتيقولوا لك سير ديرو في جهه اخرى وهذه 13 سنه دابا حنا طالعين في 14 سنه ما كاينش دونك الاب ديالك والاخوان ديالك والناس اللي كانوا خدامين في 2001 كل شيء جالس كل شيء وشوماج كل شيء وشوماج مالوغوزمون حنا اللي انا وعندي واحد الاخ ديالي الله يرحمه حتى هو كان تيعاوننا مع الاعانه ديال الوالد ديالي وديال الخوت ديالي واحد ما بقاش قلت له التجاره ديالك ما بقيتيش ايبورتون. كان الوالد عندي تبارك الله عليه معروف مدينه عفران اكثر من 44 سنه خدم ديك البلاد مزيانه لان كانت عندنا محطه انا اقدم محطه في مدينه ديال عفران. هذيك الوقيته بشحال كانت المحطه ديال المشكل هو هذا عاوتاني افران كان مدينه صغيره كانت فيه 5 ديال المحطات نتاع البنزين في 2001 لا من الستينات من الستينات حتى اخر الستينات والسبعينات والثمانينات كانوا 5 ديال لي ستاسيون سيرفيس في لو سونتر ديال افران سبحان الله العظيم. واليوم اللي افران كبار وجات فيها هاد الجامعات الاخوين وجاو فيها مشاريع بلادي هادي كاين سيد واحد هو اللي تيستثمر دابا اللي ما كانش عنده لا ستاسيون في افران واحد جديد اللي دار لا ستاسيون هو دابا هو اللي مسيطر على المدينه هو اللي عنده لا ستاسيون ديالهم تنقول لك واش هو اللي واقف من جهتنا ولا ما واقفش من جهتنا الله اعلم. المهم واحد السيد هو اللي خدام دابا في المدينه والناس الاخرين الله يعاونهم والله يرحمهم وصافي هذا هو اللي بغيت نقول لهم حقهم مشى يعني ما كنتوش غير بوحدكم ناس اخرين حتى هما قالوا لهم كاين لا ستاسيون موبيل كاين لا ستاسيون كان واحد دوز ستاسيون موبيل وكان واحد تاكس تيكساكو جو كخوا واحد السيد كان هو وقف الاعمال ديالو من قبل يمكن هو هذا لما تنتهضوا مي حنا كنا خدامين حتى ال 2000 حتى ال 2000 كنا مازالين خدامين كلشي وكان الناس اللي مازال ما رحلوا مورانا خدموا مورانا شي 4 سنين ولا 5 سنين وعاد رحلوا. دابا فين راه وصل المشكله؟ المشكله شنو وقع معاه؟ لا
العام الجديد دابا انا مازال ان شاء الله الاسبوع الماضي باغي نجي ان شاء الله باغي نمشي عنده ان شاء الله باش نعرف لان تنراسلو تنصيفط دي فاكس من هنا باش نقول لهم ما لقيت نعاود نقول لكم لان المشكل ديما تنصيفط لكم بوغ فو غابلي راه هذا المشكل ديالي واش قريتوا لي شي حل ما كاينش الجواب ما كاينش الجواب الاداره المغربيه هذا هو العيب ديالها يعني ما كيجاوبوش ما تتجاوبش وتتمشي لعندهم المكان بحد ذاته العامله تضرب واحد 3000 كيلومتر باش توصل حتى تما وتتلقى راسك في اسبوع تا جالس تتسنى باش تشوف هذا السيد العامل ما كاينش علاش انا بغيت نسول علاش الناس يبغوا يشوفوا السيد العامل راه تبارك الله عندنا مرافق عندنا اقسام عندنا موظفين عندنا مندوبين علاش خصكم تشوفوا العامل يعني راس الاداره شوفوا مع الموظفين المشكل اللي عندنا في المغرب هو هذا مالوروزمون سي كوم سا كو سا مارش ماروك خصك تشوف ما تيتحركوش انا من هنا تنتصل بال يعني ما كاينش الثقه يعني لا انا يعني ما لاحظت السي تجاني هو تتعيط للناس يقول لك انا وهاد الدوسي ديالك عندي انا ما نقدرش انا خصني اشاره من السيد العيب ديال الاداره انه خص دائما الشاف هو اللي يستشر وهذا السيد العامل شكون هو اللي معينه صاحب الجلاله هو اللي تيعين داك السيد على مدينه افراس كيف هو سي لوي كي غوبريزون سا ماجيستي على فيل دي فخيل يحل المشاكل راه يقدر ياخذ اجراءات يقدر عنده السلطه عنده كل شيء هنا المشكل عندي انا تنظن ماشي اسمح لي السي مصطفى مشيت مثلا للمحكمه الاداريه باش لان انت عندك وثائق للعماله كتضمن لك انها تعطيك قطع ارضيه الا رحلت غلطات وقالوها بنفسهم حنا غلطات معكم الاداره انتم ولكن احنا فين ضاعوا ما حتى ما بغاوش كاع يديروا لي حنا ما فكرت في المحكمه الاداريه قوس السي مصطفى قبل حنا ما بغيناش عندنا وثائق وعندنا الرساله ديال العماله ديال الافران ما بغيناش نوريوهم دابا في التلفزيون لان ماشي هذا هو المكان ديالهم باش نحترموا ايضا الراي ديال الاخر اللي بغى يتصل من بعد بالسي مصطفى ولا يقدر يدوز عندنا السي مصطفى عنده وثائق اللي تثبت هذا الشيء اللي كيقولوا نعم. حنا اللي كيهمنا هو ان نوصلوا الفكره كاين مشاكل نطلبوا من الاداره انها تحل المشاكل ديال الناس خاصنا هنا مشاكل تبان لي عاديه ولكن يا اخي واش نقول لك انا نكرت نفسي نكرت بعد قلت لهم نكرت هذاك البلاد ديالي اللي تنجي لها تنحسب راسي غريب وبراني عنده الحق وانا ما عنديش في هذه البلاد قلت لي ما بغيتش نمشي للمحكمه الاداريه قلت واحد الكلام خطير ما بغيتش نمشي للمحكمه الاداريه لان ما باغيش تدخل في المشاكل لان هي اللي تدخل للمحكمه داخل في المشاكل عاوتاني مشيت شي سنين وسنين حتى نموت وما كاين لا مشروع لا دونك انت كتمنى انك توجد واحد الحل توافقي الحل من غير الا بغى يديروا الله سبحانه وتعالى الحل تنظن هو صاحب الجلاله انا بالنسبه لي من هذا المنبر نداء الى صاحب الجلاله عبرته على الفيسبوك سا ماجيستي لو روا حسن على محمد السيس بانه الا يقدر هو اللي غادي يحل هذا المشكل من غير الله ما راه محمد السادس ولا غادي يحل هذا المشكل ولكن يعني علاش حنا دائما خصنا صاحب الجلاله صاحب الجلاله خصنا نبقاو تابعين هاد العمال هاد الموظفين هاد المدراء هاد المندوبين تبارك الله اللي عندنا وعندنا منهم عدد المئات تبارك الله والطوموبيلات سيرفيس والدور سيرفيس والفيلات كاين كل شيء يعني والاداره والموظفين والروينه يعني تيتحركوا يمكن من كيصلحوا الا خصنا دائما نمشيو عند الملك حنايا دابا هذا هو المشكل وهذا هو وانا ان شاء الله ما غاديش لان انا حار هادشي هذا بقى في هادشي مؤسسه الوسيط مثلا حاولت اتصلت بها الوسيط هذه ثلاثه الاسابيع كنت صيفط لهم ليومنا هذا مازال تنتسنى الجواب ديالهم صيفط لهم وعطيت لهم الريكلاماسيون من هنا عاوتاني وكذلك القنصليه المغربيه لان انا واحد النهار كنت استجوبت السيد الوسيط ديال المملكه وكان قال لي بانه يعني الناس ديال الجاليه يقدروا يكتبوا له وعنده واحد السلطه على معنى واخا معنويه ولكن عنده واحد السلطه على الاداره المغربيه شوفوا ان شاء الله انا بعد الان دايره ثلاثه الاسابيع المغرب حاول دوز عندهم تشوفهم شوفوا ان شاء الله باش توصلوا بعد بسمتو بالشكايه ديالي وهذه واحد الاسبوعين هنا دخلت مشيت للقنصليه هنا درت واحد لابلانت على نفس القنصليه العامه في بروكسل نشوفوا الله وعسى يقدروا يستجبوا لكن شي واحد اللي غادي يتسنط لهذا المشكل ديالنا ما نظنش غادي يعملوا شي حاجه لان فين غادي يصيفطوها لوزاره الجاليه وشنو غيتعمل دابا المشكل هو هذا ما كاينش تيتبع لك هذاك الدوسي ديالك هذا الشيء ديجا راه عملته من قبل انا فاش ما كان ديوان المظالم بلاصه هذا الوسيط راه ديجا عملته فهمتك علاش كتقول خصنا نمشيو عند صاحب الجلاله لان تيلمو كيدخلوا انا ما لقيتش شي متاهات وفي شي مسائل كتقول الله عندنا غير هذاك الملك هو اللي يقدر يحلها هو هذا هو الحل وهذا هو الحل وخصني الا بغيت نمشي بقى انا نتابع الملك محمد السادس خصنا ما نجلسش هنا غادي نشوف واحد البريه واحد الشكايه وغادي نبقى نشوف فين كاين الملك البلاد ونبقى تابعه ربما عسى نعطي ديك البريه باش يحلك لنا هذا المشكل واظن انه غادي يحلها في ثانيه المكانه بان هذه الاداره المغربيه هي اللي كتوصلك انك تولي كتفكر
في هاد التخريجات. مظلوم وانت تشوف راسك مظلوم وانت تشوف راسك انت عندك تبارك الله فلوس باش تستثمر وباغي دير وباغي ود البلاد هذيك البلاد ديالي انا باغي نستثمر فيها وحقك ماشي ومن حقي وحقي اون بليس دو سا ولكن ما كاينش اللي تيسمعك ما كاينش اللي تيديها فيك ما كاينش اللي تي هذا اللهم ان هذا المنكر وصافي هذا هو اللي كاين والحل ديالي ان شاء الله باغي نتبعو حتى غادي نوصل حتى صاحب جلاله اللي يسمع هذا المشكل هذا لان ما كاينش المشكل ديالي تنظن بان كاين مشاكل عديده وعديده وكبيره وانا ما غاديش نستسلم على هذا المشكل غادي نبقى ان شاء الله تابع دابا دابا الوالد ديالك كيفاش عايش معك هذا الوالد مسكين لان هو اللي كان صاحب داروا ليه السكر اش نقول لك الوالد مرضوه مسكين انا الوالد ديالي ما بقاش دابا يعطيوها لنا ولدي دابا يعطيوها 82 سنه بقى ما يدير حتى شي حاجه زعما حنا اللي بغينا نخلفوه ونخدموا معنا الاخ الاخوان ديالنا اللي جالسين مساكن بلا خدمه لا والو وكاينين ميم حتى الخدامه اللي كانوا معنا مساكن يومين هذا ما خدامين ما ردامين كاين واحد كاع مشى تبعنا للقضاء قال لك انا 30 سنه وانا خدام معاكم دابا حبستو باش نوكل وليداتي والاداره ديالنا ما تشوفش هذا الشيء واحد النهار قلت لها السيد العامل هكا قلت لها بان الضرائب تبعتونا فيهم هذه 12 10 10 سنوات وحنا ما خدامينش زدتوا على والد لا ماجوراسيون لا ماجوراسيون زادوا عليه 22 مليون سنتيم حنا ما خدامين وتخلصوا الضرائب وانتم ما بغيتوش تحلوا هذا المشكل تيقول لك خلص الضرائب والمشكل دبون دابا انتم ما خدامينش كتخلصوا الضرائب حتى نخلصوا الضرائب خلصناهم وخلصنا كان الوالد ديالي مسكين باع واحد محطه اخرى كانت عندنا في مدينه بولمن باعها وفاش كان في البيع ديالها تفاجئنا بان 22 مليون سنتيم كانت تخلص على لا ستاسيون اللي تحيدات ايوا الله ان هذا لهم الكرمه ما تلقى ما دير مع هاد الناس والله اعلم وحنا كنوجدوا هذا البرنامج قلت لي بان واحد بالعمال ديالكم ديال 2001 رفع عليكم شكايه دعوه المحكمه المحكمه كاع جوج كاع ماشي حتى واحد جوج مازال تنعقل لان الوالد ديالي شنو قال لكم خلصوني ولا شنو؟ اه تيقول لك انا خدمت ودوزت معكم اكثر من 30 31 سنه على ما اظن كان معنا واحد يمكن واصل 15 سنه ولا 17 مشاو للقضاء انا الناس راه خدموا معاكم وحبستوا انتم الخدمه باش غادي ناكلوا باش نشربوا تيتابعوك القانون في المغرب تيعطيهم الحق اسيدي تيقول لك بان خصك تعطيهم انديمنيزي دونك انتم الدوله باش ما نخلطوش الاداره ديال افران حيدت لكم الملك ديالكم نعم وعدتكم بواحد الملك اللي في التالي ما كاين والو منه ما كاين والو منه ولاو الناس متابعينكم انتم كتخلصوا تحاولوا باش تخلصوهم وكتخلصوا الضرائب على شي حاجه اللي ما كايناش الضرائب اليومين هذا وخوات بكم الاداره وخوات بكم العماله هذا هو اللي كاين وهذا هو اللي كاين مشكل كبير فريمون دابا انت ملي كتشوف اسي مصطفى في التلفزيون ديال المغرب كيخوكم اجي وتستمروا الحمد لله مؤسسات كذا مؤسسات كذا ها العمال هنا في الخارج ها الاستثمارات مرحبا بكم في بلادكم مرحبا بكم ها وكيف هذوك التصاور في الصيف وكذا وكيجيبوك هذوك البنيتات لابسين هكا وكذا مرحبا مرحبا لا سيروا في حالكم ما كايناش مرحبا بكم مرحبا بكم في المشتى وفي الخريف وكتمشي لهذيك الاداره بارده سارده تماك لا والو والو مرحبا بكم يمكن غير في الدخله فاش تدخلوا يمكن باش جوي اوت هما فاش تمشي للاداره تيقول لك سيروا في حالكم ما كايناش مرحبا بكم والناس انا كنت سمعت هذا الشيء مع الناس كانوا دي ريكلاماسيون بان الناس اللي تيبغوا يمشيو يستمروا في المغرب تيلقاو مشاكل وانا فاش تحت في هذا المشكل عرفت بانه فعلا كاين هذا المشكل مشكل كبير كاين اللي كيقول لك راه كاين واحد النوع من العنصريه يعني قلت لهم اصحاب الخارج اصاحبي مدبر على راسك في بلجيكا تحمق لنا الراس كيقولوها ياك فين هذاك تيقول لك تيقول لك تجيت حمد الله صاحبي انت راك مشيت للخارج وباقي عاد جيت من راه ما بقى ما يدار انا باغي نستمر في بلادي تيقول لك هو سير في حالك هاك هاك وك راه بغيت ندير فيك الخير راه انا كنديروا فيك الخير راه كنقول ما تخسرش فلوس كاين هذا هو اللي كاين والله الا تيقولوا الناس هاد موظفين تيقولوا مساكن تيقول لك هاك علاش عارفين لو سيستم عارفين بان يا غيان كي بوج ابار لي خصك ولا كيقول لك واش عندك شي واحد في الرباط الا عندك شي واحد روح الا عندك شي واحد روح على راسك في الرباط تحرك الامور هذا المشكل انا عندي وكان عندي شي واحد كبير وكان حلو في 24 ساعه ما غاديش يجلس لان بعد المجلس الاقليمي كما قلنا قبيله كاين الحلول لان المجلس الاقليمي تاع مدينه افران هو يدخل عنده الحق قانونيا تيمشي تيشري ديك الارضيه وتبيع عليها من بعد على الطريق مشروع تبيعها لك باش تستثمر انت على خاطرك ولكن ما كاين لا مجلس اقليمي كلهم متعاونين اذا شنو الطلب ديالك رانا عرفناه الطلب ديالي كنتمنى الامور تحل واش انت كتقول ما غادي يحل غير الملك انا تنشوف كما قلت لكم السي محمد بانه تنطلب لان عانيت فريمون عانيت هذه اكثر من هي رانا دابا هذه 8 سنوات الوالد ديالي من 2001 من 2000 هو بادي هي رانا باش خديت له دوسي وعطاني الوالد مسكين لا بروكيراسيون باش انا انفيستي في هذا الشيء هذا راه طالع من 2004 يمكن اليومين هذا على ما اظن بان كاينه واحد 7 سنين 8 سنين غير انا وحدي تنطلع وتنمشي تنمشي وتنجي تنضيع غير وقتي غادي واجب
اللهم هذا لا منكر ما عرفتش ما ندير. لهذا انا تنقول الحل الوحيد عندي صوت اذا كان المشكل يقدر يتحل عبر الصحافه ولا عبر البرنامج ديالنا كيشوفوا المسؤولين في المغرب. نتمنى انهم يتحركوا ونتمنى ما تبقاش هذه العقليه انهم دائما حنا نتسناو جلاله الملك هو اللي يدخل. جلاله الملك هو اللي يحل المشاكل على اي واحد قبل الشغل متبعنا غير هذه المشاكل ديال العمال اللي في افران ولا في بركان ولا الى اخره. نتمنى هاد الناس يكونوا مسؤولين وهاد الناس يعني راهم تحملوا المسؤوليه من طرف الملك ولا من طرف الحكومه. خصهم هما يقوموا بالعمل ديالهم ولكن خص تكون عندهم الاراده. دابا كاين اللي كيمشي كيقول انا راني خدام دبرت على راسي ما خصني صداع ما خصني مشاكل عندي اربع سنين في هذه المدينه ندوزها بخير وسلام دبر على راسي ونمشي عاود جهه اخرى. هذا هو اللي كاين. ما خصني نقول لك تفصل غادي يجي العامل الاخر يدبر معاه. حنا نتمناو ان هاد المسؤولين وناكد لك بانهم المسؤولين الكبار ديال البلاد كيشوفوا البرنامج ان شاء الله ونتمنى انهم ياخذوا بعين الاعتبار ويحاولوا مع العماله ديال الافران انهم يحلوا المشكل ديالك. وراه عندنا ديجا دي بلانت. حنا رانا فين رانا اونفاي دي بلانت للمينيستر ديال الانتيغيغ. راه مشينا لوزاره الداخليه درنا حتى هي شكايه. نتمنى حتى وزاره الداخليه. حنا نتمنى ما نوصلوش لهذا الشيء. حنا نتمنى غير الناس ديال الافران يقول لك اللهم هذا منكر خصنا نحلوا هذا المشكل ديال ولد البلاد. وهذا المشكل كما قلت انا شفت الرساله قبيله اللي صيفطتها لكم عماله قلت لكم رحلوا من هذه الارض مشوا للارض الاخرى في البلاصه الوفلانيه اللي حنا عطيناها لكم. المسؤول كان تاع الدولات يقول لك انتم عندكم وثائق اخرى يمكن تصلوا البرنامج الموقع مغرب تي في بوان بي او اتصلوا بنا نعطيكم يعني العنوان ولي كوردوني ديال السي العز مصطفى بالنسبه للمسؤولين اللي باغيين يتصلوا به باش يحاولوا يحلوا المشكل ديالكم. وانا الاخوان المشاهدين اللي عندهم مشاكل في البلاد الى اخره وباغيين يعموها وباغيين يوصلوا الراي ديالهم يتصلوا بنا على العنوان الالكتروني اللي كتشوفوه info@maghribtv.be ونحاولوا نوصلوا المشاكل ديالكم لاصحاب القرار والمسؤولين بالمغرب. والى ذاك الحين اقول لكم الى اللقاء في حلقه اخرى من برنامج تيجيني توك. مع السلامه.